ايه اكتر المشاهد اللي انت بتحبها في راجعين يا هواء لنفسك؟ لنفسنا انا بحب قوي مشهدي مع استاذ وفاء عامر. استاذ وفاء عامر وهي بتضربني عندها مشهد في الحلقه الاولى وهي ماسكه لي الشبشب وعملته مصداقيه شديده وانا كلت علق في المشهد. لا عملتهم انا كان ضرب بجد. اولا انا بحبها جدا، هي حبيبه قلبي فعلا، انا اتعلمت منها كتير وهي شرف كبير ان انا امثل معاها، وكان ضرب بجد يعني اتوصل بيا. لا بلاش الكعب والنبي بلاش الكعب. نمي الازاز يا بنت. بقى انا تضحك عليا وتقول لي انك رايح تدور على شغل اقول ابني بقى راجل زغراتي ادارك ريحتك مع عمك الفشل من المطار. ما انا قلت ناجل خناقه بس. يعني انت عارف ان انا اصيل العمى وما تقوش. ما هو مصر كلها عارفه. ولما انت عارف ان مصر كلها عارفه ايه يا فالح؟ عايز تتعدي منه؟ عايز تتعدي من فشله؟ عدوة ايه يا حساسية؟ ما تتكلمي يا عزة. مالكش دعوة بعزة ودين النبي ما انا سايباك. طب اهدي بس اما ارجع نتكلم. هو انت عايز تاني تخرج فين؟ رايح له صح؟ لا والله ده شغل. شغل ايه يا ابو شغل؟ شغل ايه؟ يا روح امك لم الازاز يا بنت. شغل والله شغل. حرام عليك حرام عليك يا ماما. قلبي هيقف عليا. لو النبي ايه يا ست الكل انت. اهدي. يا ماما اسمعيني. طيب اسمعيني. انا مش عارفه اجيبك. اسمعيني يا ماما، مش يمكن بيبو فشل عشان بيبو مين؟ عمي مالنا مال بتوع الكوره. بليغ ابو الهنا عمي كمان بتدلعوا. يا ستي اسمعيني بس، مش يمكن ما لقاش حد يفهمها ماما. واحنا مالنا؟ ما هو عمي واجب عليا. عمك دابا يا ماما. ليه نكرر اخطار ماما؟ اخطار؟ هو احنا جايين نتوب لما يجي ولا هو جاي يتوبنا؟ اروح فين بس يا ربي؟ وراح بيت امي وابويا. انا لم هدومي كلها وامشي، ما حد يعرفني مكاني. اه يا جمالك باخدك في عيالك يا يسري. ولا ادب ولا سبت على دماغك. هو انا عايزه افهم ولا هروح بتعاندني يا ابن ابو الهنا. نجمة وفاء عامر بيشتكي منك نور النبوي. ولا كلمة يا نور. ما حصلش. ولا كلمة. أنا أقدر. نور ولا كلمة. وفاء عامر لازم أقول لك كان قاعد عمال يشتكي ويقول بتضربني والغوايش علمت عليا وجسمي ازرق وضربتني بالشبشب. حصل ده ولا ما حصلش؟ ده انا دارسه القوه ولا قوه ابداع. مش عايزه اقول لك هو كان بيستقبل مني الخط ازاي. يعني هو كمان موهوب قوي، فلما كنت ازقه بالشكل اللي ما ضربتنيش طبعا. هو كان بيستقبلها كاننا بنشتغل مع بعض بقالنا سنين. ايوه بس يعني بس واضح ان انت كنت بسيطه. بس انا كنت بحس ان هو يعني مش عايزه اقول لك قد ايه موهبته كمان مع التعلم بتاعه والخبره بتاعته اللي اكبر من سنه كانت فايداني انا كممثله. انت ممثله جامده جدا وواقعيه جدا، بس واضح ان الضرب كان واقعي زياده عن اللزوم، يعني اثر في نفسيه نور. استاذه فاطمه تتقمص الشخصيه اهو. لا شوفي احنا عملنا المشهد ده كنا واعيين من الضحك انا ونور. يعني صح. واللي كان احنا الاثنين كنا واعيين اكتر مننا المخرج كان واعي. بصي احنا بنشتغل كنا مع مخرج موهوب جدا 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 طبعا. جدا محمد سلامه. والحقيقه اي نجاح لنور او ليا او لخالد ده لا ان هو مؤمن بينا وحاسس ان احنا هنقدم حاجه كويسه. يعني. النجمة وفاء عامر، هو الحقيقة نور قال كلام كتير حلو جدا عنك، بس احنا ايه يعني واخدنا لقطة العنف الأسري اللي كان حاصل في المسلسل. بلسم ما اشتكى. لا بس نور جميل وموهوب وجميل. مش عايزة اقولك انا كنت مبسوطة ازاي وهو عامل ابني حبيبة قلبي. يعني وكنت كان امنيتي ان هو يبقى ابني بجد. يعني انا لما اتكلمت مع مها امام قالت لي طب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. الاول قالت لي ان الزميل اللي من سن نور اعتذر عشان عنده حاجه. فقلت لها يا خساره ان كان في كيمياء كبيره جدا بيننا وبين بعض. طب مين اللي هيجي؟ انا نايمه كده ظهر قدامي نور. يعني انا نايمه كده باصه في السقف. اتاري فعلا المخرج مرشحه. وانت كنت عارفاه منين بقى؟ انا كنت اتفرجت عليه في الاختيار مسلسل الاختيار ودورت عليه وما كنتش عارفه انه ابن خالد النبوي. يعني بصي ده دليل على ان الموهبه بتفرض نفسها بغض النظر عن ابوه مين. مامته مهندسه ديكور مهمه، يعني جده كان مهندس ديكور مهم. انا عارفه الهيستوري بتاع العيله. خالد من اهم نجوم العالم العربي كويس. يعني كده. وجدته كمان انا يعني بقول يعني ان انا اشتغلت معاها سيده عظيمه. سيده عواطف ايه ده؟ فضحتنا كلنا.
لا لا ما كلمينا عن جدة نور اكتر. كلمينا يا استاذه وفاء عن جدتي. اولا هي بتشتغل بمزاجها جدا، وكانت يعني هي ربت الولاد كويس قوي، ما كانش مهم عندها غير انها تعيش للاسره. فبقى عندها شويه فراغ، لان هي اساسا موهوبه وسيده عظيمه وبتعمل ادوار مهمه، فانا بتشرف جدا ان انا ببقى موجوده في عمل هي كمان موجوده فيه. لا يعني واضح ان انتوا طول الوقت بتخبوا قرايبكم من بعض، صح؟ صح؟ انتي هقول لك الحلو في الموضوع، خالد بنى نفسه بنفسه. مامي انا مش جاي اتكلم عن الاسره يا جماعه، انتوا موجودين الدنيا زرد. مامي نور مهندسه مهمه جدا، كانت زميلتنا في المعهد، وزي ما قلت لك قبل كده كانوا اتجوزوا صغيرين قوي، فخلفوا نور، فبقى نور عامل زي اخوهم في البيت. صح. ده في معلومات، ده تاريخ العيله كله. والله هايله، والله العظيم وفاء عامر هايله، قلت لنا معلومات. بس هي استاذه وفاء كانت زميلتها. بابا جد نور، يعني جوزي كان صديق باشمهندس جد نور. أيوة. يعني انت يعني تعرفي نور وباباه ومامته وجده وجدته وعمته وخالته. ليكي حق تفتري وانت بتضربي يا وفاء. في عشم جامد. مبروك على الوسط الفني نجم اسمه نور النبوي. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، ده كلام كبير قوي عليا. وانا بقول دلوقتي امامك يا منى، لو نور عنده موضوع في امه ويعني هتشتغل مع بعض، انا هكون سعيدة جدا. يلا عيال سقفوا عشان تدوروا على موضوع ليا انا. الفنانة وفاء عامر الكبيرة بدور رائع أشدنا بيه أكتر من مرة في راجعين يا هوا. كمان بتكلمي أكتر بإحساس أمومي دلوقتي أكتر من كونك نجمة كبيرة وعملتي بصمة كبيرة جدا. بشكرك النجمة الكبيرة وفاء عامر.